كشف والي العاصمة اليوم على هامش الاحتفال باليوم الوطني للبلديات عن توزيع 3000 وحدة سكنية من مختلف السياغ الأسبوع القادم، مؤكدا أنه سيتم استغلال الأراضي التي تم استرجاعها لفائدة إنجاز مرافق عمومية. والي العاصمة وخلال زيارة تفقدية بولاية الجزائر وضع حيز الخدمة عدة ملاعب جوارية. التصريح رصدته ماريا العجال. ترحيل رانا استلمنا سكنات ورايحين ان شاء الله نبداو الاسبوع القادم عمليه الترحيل ان شاء الله، راح تعم كل المقاطعات الاداريه. العائلات رانا في عمليه نتاع كما يقولوا الاحصاء وميم طون لومولوغاسيون دي في دو روت، رانا في التدقيق نتاع احنا عندنا حوالي 3000 سكن اللي راح توزع ان شاء الله.